rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وأشكره على أن جعلنا خير أمة أخرجت للناس أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله هو رحمة ربنا المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس كافة لكي يخرجهم من الظلمات إلى النور ولكي يخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد نشهد أنك يا سيدي يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله عليك وعلى آلك وأصحابك ومن سار على نهجك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ثم أما بعد إخوة الإيمان والإسلام قلنا في الخطبة الماضية بأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لعبادته ومعرفته حيث يقول في محكم آياته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
وهذه العبادة هي حق الله تبارك وتعالى علينا. ولهذا كان النداء الأول في كل رسالة جاءت من عند الله تبارك وتعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويخاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم مؤكدا على ذلك بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن خلق الله تبارك وتعالى الإنسان لعبادته ومعرفته. وهنا يأتي السؤال وهو في غاية الأهمية: ما مفهوم هذه العبادة التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها وخلقنا من أجلها؟ كثير من الناس إذا ما سمع لفظ كلمة العبادة ينصرف الذهن مباشرة إلى الصلاة والزكاة والصيام والحج وقراءة القرآن والذكر والتسبيح وغير ذلك، ولا يعلم بأن العبادة لها علاقة بالأخلاق والأعمال والآداب والقيم والمبادئ والنظم والقوانين وشؤون المعاملات وكل شيء من شؤون الحياة. وهذا فهم خاطئ لمفهوم كلمة العبادة التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها وخلقنا من أجلها. إن مفهوم العبادة الصحيح لا يقتصر على الصلاة والزكاة والصيام والحج مع أهميتها وأنها هي أركان الإسلام كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن تشمل الحياة بأسرها. العبادة تشمل الحياة بأسرها، ويمكن للإنسان أن يوظف ويكيف حياته كلها وما يقوم به من أعمال حتى تكون طاعة وقربة لله رب العالمين. وانطلاقا من قول الله تبارك وتعالى مخاطبا كل البشر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يقول العلماء بأن كلمة العبادة هي كلمة جامعة شاملة لكل عمل صالح وكلام طيب وخلق حسن يعود على الفرد والمجتمع بالخير والصلاح في الدين والدنيا. العبادة اسم جامع لكل ما يرضاه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالإيمان بالله والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله وصدق الحديث وأداء الأمانة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام، كل ذلك من العبادة. رعاية الأسرة وتهذيبها والسعي في طلب الرزق الحلال والكسب الطيب الحلال والإحسان إلى اليتيم والأرملة والمسكين والعدل والإنصاف والسعي لإصلاح ذات البين، كل ذلك من العبادة. أداء الواجب والعمل للمصلحة العامة والدفاع عن الوطن وحمايته والسعي إلى نيل الحرية والكرامة والعزة وإلى كل ما يؤدي إلى التهذيب والكمال هو عبادة وطاعة لله رب العالمين. قراءة القرآن والذكر والتسبيح وحب الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وإخلاص العمل لله والتوكل على الله والخشية منه والخوف والرجاء في رحمته والخوف من عذابه والصبر لحكمه والرضا بقضائه والشكر على نعمائه، كل هذا وغيره هو عبادة لله رب العالمين. هذا إن دل فإنما يدل على أن الإسلام جاء ليرسم للإنسان منهج حياته
حتى يستطيع أن يكيفها بالفعل ويجعلها عبادة لله رب العالمين. كل أعمال الإنسان ابتداء من آداب الأكل، من آداب الطعام والشراب وقضاء الحاجة ودخول البيت وأعمال البيع والشراء، حتى بناء الدولة وسياسة الحكم والقضاء وشؤون المعاملات والمال والاقتصاد، كل ذلك من العبادة. الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم مدللا على أن العبادة تشمل الحياة بأسرها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتعالوا بنا إخوتي في الله لنرى كيف يمكن للإنسان أن يطوع ويكيف ويوظف حياته حتى تكون طاعة وقربة لله رب العالمين في كل مجالات الحياة. في مجال العمل والسعي على الرزق مثلا، الواجب والمفترض على المسلم أن يكون له عمل صالح، عمل ينتفع به، وذلك لأن الإسلام حارب البطالة والتسول وحارب الفقر بكل صوره وأشكاله، وذلك لما ينتج عن الفقر والبطالة من سلوك معوج يؤدي دائما إلى انتشار الجريمة والفساد. من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن سخر لهم كل ما في السماوات وما في الأرض، وهيأ لهم كل الأسباب التي تؤدي إلى وجود حياة كريمة طيبة، وأمر الله تبارك وتعالى العباد بأن يسعوا في جنبات الأرض التماسا لفضل الله تبارك وتعالى وسعيا على الرزق. فهو القائل سبحانه جل في علاه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والمسلم في عمله أيا كان هذا العمل يمكن له أن يجعل من عمله هذا طاعة وقربة وعبادة لله رب العالمين إذا ما التزم تعاليم الإسلام فيها. وهذه التعاليم تتمثل فيما يلي وهي في غاية الأهمية: أولا، أن يكون هذا العمل مشروعا في نظر الإسلام، وذلك لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الإسلام لا يعترف إلا بالعمل والكسب الحلال الطيب من وجه مشروع، أما الأعمال المحظورة شرعا والكسب الخبيث فهذا لا يقره الإسلام ولا يعترف به على الإطلاق. وعلى هذا كل مال جمعه الإنسان عن طريق الظلم وأكل أموال الناس بالباطل وبخس الناس أشياءهم والسرقة والكذب والغش والاحتيال والخداع، وكل ما كان من طريق حرام كالربا والقمار والميسر بدون مقابل، وكل ما كان عوضا لعين محرمة في الإسلام كالخمر والخنزير وغير ذلك، كل ذلك أنكره الإسلام ولا يمكن للإنسان أن يجعله عبادة لله رب العالمين. بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم آكل الحرام بأي وجه من وجوهه في الحديث الذي يرويه لنا الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد نبت من سحت أي من حرام قال فالنار أولى به. إذن الأمر الأول حتى يكون العمل عبادة وطاعة وقربة لله رب العالمين أن يكون مشروعا في نظر الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. أما الأمر الثاني بجانب كونه مشروعا في نظر الإسلام أن تصحبه نية صادقة خالصة لله رب العالمين، وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه لنا الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر ابن الخطاب رضوان الله تبارك وتعالى عليه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فالمسلم يجب عليه أن يجدد نيته وهو ذاهب إلى عمله، فينوي بعمله هذا إعفاف نفسه وإغناء أسرته
ونفع أمته وعمارة الأرض كما أراد الله تبارك وتعالى. أما الأمر الثالث وهو أنه يجب على المسلم أن يؤدي عمله هذا في غاية أو في أعلى درجة من درجات الإتقان والجدية والإحسان، بعيدا عن الكسل والخمول وإضاعة الوقت فيما لا نفع فيه ولا فائدة من ورائه. يشهد لذلك ما يرويه لنا الإمام الطبراني وغيره من المحدثين من حديث السيدة عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الأمر الرابع وهو في غاية الأهمية ألا يشغله هذا العمل عن أداء حق الله تبارك وتعالى. لا بد من الوسطية والاعتدال بين مطالب الروح وحقوق الجسد، بين مطالب العباد وحقوق رب العباد. إلى ذلك يشير قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا ما راى المسلم هذه التعاليم في عمله وسعيه استطاع بالفعل أن يجعل من عمله هذا وسعيه عبادة وطاعة وقربة لله رب العالمين. وليس أدل على ذلك مما يرويه لنا الإمام الطبراني من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا قال فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين قال فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها قال فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة قال فهو في سبيل الشيطان. حتى الأعمال الاجتماعية النافعة والتي قد يستهين بها بعض الناس ويحسبونها هينة وهي عند الله تبارك وتعالى عظيمة، يمكن للإنسان أن يوظفها ويجعلها طاعة وقربة لله رب العالمين إن صحت فيها النية والوجهة لله رب العالمين. كل عمل يقوم به الإنسان يمسح به دمعة محزون أو يخفف به قربة مكروب أو يضمض به جراح منكوب أو يسد به رمق محروم أو يشد به أزر مظلوم أو يقيل به عسرة مغلوب أو يأخذ بيد فقير متعفف ذي عيال أو يهدي حائرا أو يعلم جاهلا أو يأوي غريبا إلى آخر هذه الأعمال إن صحت فيها النية والوجهة لله رب العالمين فهي عبادة وطاعة عند الله عز وجل. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم طرفا من هذه الأعمال إن صحت فيها النية والوجهة إلى الله تبارك وتعالى فهي عبادة. في الحديث الذي يرويه لنا الإمام الطبراني وصححه ابن حبان وقال الإمام الحاكم بأنه صحيح على شرط الإمام مسلم وأقره الإمام الذهبي عن مالك بن مرثد عن أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن أبا ذر رضوان الله تبارك وتعالى عليه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ينجي العبد من النار؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله. قال: فقلت يا رسول الله وإن مع هذا الإيمان من عمل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن ترضخ مما ملكك الله، أي أن تعطي وتنفق مما أعطاك الله تبارك وتعالى وأفاض عليك من رزق. قال: فقلت يا نبي الله أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. قال: أرأيت يا رسول الله إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليعن الأخرق وهو الجاهل الذي لا صنعة له يعينه على تعلم صنعة.
فقال يا رسول الله أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليعن مظلوما. فقال يا رسول الله أرأيت إن كان لا يستطيع أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يمسك أذاه عن الناس. قال فقلت يا رسول الله أرأيت إن فعل ذلك دخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يطلب خصلة من هذه الخصال كلها إلا أخذت بيديه حتى تدخله الجنة. ما يرويه لنا الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قال فقلت يا رسول الله أرأيت إن لم يجد؟ قال فليعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال أرأيت إن كان لا يستطيع أرأيت إن لم يستطع يا رسول الله؟ فقال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال أرأيت إن كان لا يستطيع يا رسول الله؟ قال فليأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. فيما يروه لنا الإمام الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله تبارك وتعالى وأي العمل أحب إلى الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله قال سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجد المدينة، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله تبارك وتعالى قلبه يوم القيامة رضا، ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يقضيها له قال ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. كل هذه الأعمال وغيرها يمكن للإنسان أن يجعلها طاعة وقربة وعبادة لله رب العالمين إن صحت فيها النية والوجهة إلى الله تبارك وتعالى، حتى أعمال الغريزة وقضاء الشهوة، حتى نعلم عظمة الإسلام وهديه الرشيد، يمكن للإنسان أن يجعلها طاعة وعبادة لله رب العالمين إن صحت فيها النية والوجهة إلى الله تبارك وتعالى، فينوي بقضاء شهوته إعفاف نفسه وأداء حق زوجته وإحصان فرجه وأهله. وإلى ذلك يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه لنا الإمام مسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إن وضعها في الحلال كان له بها أجر. من خلال ما سبق إخوتي في الله يتضح لنا بأن العبادة التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها لا تقتصر أبدا على الصلاة والزكاة والصيام والحج، بل تشمل الحياة بأسرها، ويمكن للإنسان أن يجعل من حياته كلها أن يوظفها ويكيفها حتى تكون طاعة وعبادة لله رب العالمين إذا ما التزم تعاليم الإسلام فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. We learned during last week's khutbah that Allah subhanahu wa ta'ala created us for the sole purpose of knowing Him and worshipping Him only. This is illustrated in Surah Al-Dhariyat when He subhanahu wa ta'ala said, "And I did not create the jinn and mankind except to worship Me." This worship that Allah subhanahu wa ta'ala commands us with is His right over us. This was the foundation of each message delivered to every prophet and to every messenger. For in Surah Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala says, "And we sent not before you any messenger except that we revealed to him that there is no deity except Me, so worship Me."
And additionally, in Surah An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala says, And we send not before you any messenger except that we revealed to him that there is no deity except me, so worship me. And we certainly sent into every nation a messenger saying, worship Allah and avoid the taghut, or avoid false deities. From this comes a question that each and every one of us must ask. We realize that the concept of worship is repetitive in these verses. But the question we must ask is, what is the correct understanding, or what is implied of this concept of worship that Allah subhanahu wa ta'ala created us for to begin with? A lot of people believe that worship is simply the prayers, the fasting, the pilgrimage, or paying the zakat, or the prescribed alms, or making dua, or making supplications, or the recitation of the Quran. But what people don't realize or know is that there is a large element of worship involved with good character, with good morals, and the laws, and many aspects of our life are intertwined and involved with worship. We learn that the true definition of worship does not only constitute, again, our prayers, or the fasting, or the hajj, because these are just the basics, or the pillars, or the foundational practices of Islam, just as the Prophet sallallahu alaihi wasallam informed us of. However, the correct form of worship in Islam encompasses everything we go through in every stage of our life. In Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala says, O people, worship your Lord who created you and those before you, so that you may become righteous. Scholars have stated that worship in and of itself encompasses any righteous action, any kind words spoken, any good morals that you exhibit, or any values and principles within your character and interaction with your respective surroundings. Worship is a noun that encompasses all that Allah subhanahu wa ta'ala loves and approves from anything you say or do. For example, your belief in Allah subhanahu wa ta'ala and your prayers, or you paying the zakat or the prescribed alms, the fasting or the pilgrimage, the jihad or striving for the cause of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, your ability to command what is right and abstain from what is wrong, your ability to be honest and truthful in your speech, your honoring what you are entrusted with. So if somebody entrusts you with something, that you honor this trust, being honest and truthful in your speech, being kind and respectful towards your parents, and keeping the family ties, and honoring an oath or pledge, or even the act of being kind and generous towards your neighbors, all of these encompass acts that define worship in Islam. The efforts you exhibit in protecting your family and providing for them, being kind and generous towards the orphans or the poor or the less fortunate and the needy, being fair and just in your reasoning and helping others reconcile their relationships with each other, are all acts of worship in the eyes of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Essentially, anything that contributes to good moral character is also a part of worship in Islam. Similarly, making dua or supplications, asking Allah for forgiveness, just you remembering the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala with your words or your actions, and loving Allah and His beloved Messenger sallallahu alaihi wasallam, being sincere in your actions, accepting the fate and the will of Allah's decree, and to be thankful to Allah for everything that He brings your way, are all actions defined under the umbrella of worship in Islam. Everything that is involved in our daily routines of life, such as the etiquettes we exhibit when we eat or when we drink, how we go to and from places, including the masajid, the etiquettes we use when we buy or sell things, the etiquettes involved in economics and politics, all of these actions involve our worship towards the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala one way or another. In summary, Allah subhanahu wa ta'ala illustrates just this and instructs His beloved Messenger sallallahu alaihi wasallam in Surah Al-An'am, say, my prayers and my devotions, my living and my dying are all for Allah, Lord of the worlds. He has no partner. This is what I am commanded with, and I am the first to devote myself to Him. Respected brothers and sisters, let us take a closer look how the individual can dedicate this entirety, or the entirety of his life, towards the worship of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. First, we look at the importance of work and having a job in search of our sustenance and provisions.
It is incumbent upon the Muslim to work, since Islam does not recognize laziness or unemployment as attributes in our faith. For example, what would happen if someone accepts poverty upon themselves and chooses not to work? This person will more than likely engage in activities that are not permissible to obtain the means to survive. They'll engage in criminal activity and mischief and so forth. From the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala to His servants, He subhanahu wa ta'ala has made the world easy and manageable for us to live a good life in. This is confirmed in Surah Al-Mulk, where Allah subhanahu wa ta'ala says, "It is He who has made the earth manageable for you, so travel its regions and eat from His provision, and to Him you will be resurrected." Each and every individual, regardless of their job type or profession, each of us are capable of incorporating the concept of worship through our work or our professions of work. First, the type of work you commit to must be halal or approved Islamically, because Allah is good and only accepts that which is good. However, anything that is not permissible or considered as haram means of making a living, Islam rejects altogether. If you have cheated others in goods or lied to others in your trades and dealings, if you've involved things not made permissible or haram, such as pork or alcohol or drugs, in your way of making a living, if you've acquired means through gambling or anything else Allah has made forbidden to you, it is impossible for it to be considered a type of worship towards Allah when you engage in this type of behavior in your means of making a living. The Prophet sallallahu alaihi wasallam warns against anyone who derives their income or work in a field that is founded by the haram or something forbidden. Imam Ahmad narrates on the authority of Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Every physical body that is derived from the haram, hellfire is worthy of him." Secondly, you possess a sincere intention in every action of work that you commit to. Imam Bukhari narrates on the authority of Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Indeed, all actions are based on intentions, and everyone will get what they intended for. And therefore, it is important that we renew our intentions each time that we go to work." Thirdly, as Muslims, we must always aim high in being the best or perfecting our work with quality and sincerity. Imam al-Tabarani and Bayhaqi narrate on the authority of Aisha radiallahu anha that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Verily, Allah loves that whenever any of you do something, that you should perfect it." Fourthly, whatever work or field of work that you work in, it must not distract you or take you away from the worship or the remembrance of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. In Surah Al-Munafiqun, Allah subhanahu wa ta'ala says, "O you who have believed, let not your wealth and your children divert you from the remembrance of Allah, and whoever does that, then they are the losers." In Surah Al-Jum'ah, Allah subhanahu wa ta'ala says, "O you who believe, when the call for prayer on the day of Jum'ah or Friday is made, then proceed to the remembrance of Allah and leave behind your trade. That is better for you if you only knew. And when the prayer has been concluded, disperse within the land and seek from the bounty of Allah, and remember Allah often that you may succeed." If a Muslim keeps all these actions in mind when it comes to their work, this will translate to worship, and they will become closer to the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. An example of this is the narration of Imam al-Tabarani from the hadith of Ka'b radiallahu anhu, who said, "A man passed by the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, and the companions, upon seeing this man, they saw his strength and his health. And they said to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, 'O Messenger of Allah, is he for the sake of Allah?' The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, 'If he went out to work for the sake of his children, then it is for the sake of Allah. If he went out to work for two elderly parents, he is for the sake of Allah. And if he went out to work for himself and never beg, then it is for the sake of Allah. But if he went out to show off and boast, then he and his work is for the sake of the shaitan or Satan. Even if a man were to satisfy his marital desires, he earns the reward of worship through this as well. Any action that you perform that can help someone in society, such as wiping someone's tear, paying off somebody's debt, or even teaching someone ignorant that doesn't have any skill, if someone has the proper intention, then these are all considered acts of worship
towards the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Mahiqi narrates on the authority of Abi Dharr radiallahu anhu, who asked the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam and said, O Messenger of Allah, what will save a person from the hellfire? The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, to believe in Allah, or the belief in Allah. Abi Dharr then asked, O Messenger of Allah, are there any deeds that should accompany this belief? He sallallahu alayhi wasallam said, he should give from the provision that Allah has given to him. Abi Dharr again asked, O Messenger of Allah, what if he is poor and does not have anything to give? The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, he should enjoin what is good and forbid what is evil. Abi Dharr then asked, O Messenger of Allah, what if he cannot enjoin what is good and forbid the evil? The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, he should help the one who is helpless or has no skills. Abi Dharr then asked, O Messenger of Allah, what if he himself is helpless and cannot do anything? The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, he should help one who has been oppressed or one who has been wronged. Abi Dharr then asked, O Messenger of Allah, what if he is weak himself and cannot help the one who has been oppressed or wronged? He sallallahu alayhi wasallam said, do you not want your companion to be able to do any good? Let him refrain from harming other people. Abi Dharr then asked, O Messenger of Allah, if he does any of these, will he enter paradise? The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, there is no believer who does not strive to acquire one of these characteristics, but I will take him by the hand and lead him into Jannah or paradise. Imam Bukhari and Muslim both narrate on the authority of Abi Musa al-Ash'ari radiallahu anhu that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, charity or sadaqah is a duty upon every Muslim. They said, what if he has nothing? The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, then he should work with his hands to benefit himself and give in charity. They said, what if he cannot do so, O Messenger of Allah? The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, then he should help a depressed or a needy person. They said, what if he cannot do so, O Messenger of Allah? The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, then he should enjoin goodness and good virtue. They said, what if he cannot do that, O Messenger of Allah? The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, then he should refrain from evil, for that will be his form of charity. According to the hadith of Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, who said, a man came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam and said, O Messenger of Allah, who are the people most beloved to Allah, and what is the most beloved deed or action to Allah? The Prophet sallallahu alayhi wasallam responded with and said, the most beloved people to Allah are those who are most beneficial to people. And the most beloved deed or action to Allah is to make a Muslim happy, or to remove one of his troubles, or to forgive his debt, or to feed his hunger. That I walk with a brother regarding a need is more beloved to me than I make i'tikaf or seclude myself in this mosque in Medina for a month. Whoever swallows his anger, then Allah will conceal his faults. Whoever suppresses his rage, even though he could fulfill his anger if he wished, then Allah will secure his heart on the day of resurrection. Whoever walks with his brother regarding a need of his until he secures it for him, then Allah subhanahu wa ta'ala will make his footing firm across the bridge on the day when the footings are all shaken. We also learn that even when a man fulfills his sexual desires with his wife, Allah considers this as an act of worship that he will be rewarded for this is also a right each wife has upon her husband. Imam Muslim narrates that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, in man's sexual desire with his wife, there is a sadaqah or a charity. The companions asked upon hearing this, O Messenger of Allah, is there a reward for him who satisfies his sexual desires amongst us with his wife? The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, tell me, if he were to devote it to something haram or forbidden, would it not be a sin on his part? Similarly, if he were to devote it to something halal or permissible, then he should be rewarded for it. Thus, my respected brothers and sisters, we learn that the true definition of worship does not only constitute our prayers or our fasting or the hajj or the pilgrimage, because again, these are just the pillars or the basics or the foundational practices of Islam, just as the Prophet sallallahu alaihi wasallam informed us of this. However, the correct form of worship in Islam encompasses everything we go through in life at every single stage. From this, it is possible for the individual to devote his entire life and direct it in worship towards the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala.
We ask the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala to make us among those who listen and act upon the best of what we learn and hear. الحمد لله والثناء للرحمن وصلاة وسلام دائمين متلازمين على سيدنا محمد خير خلق الله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله عليك وعلى آلك وأصحابك ومن سار على نهجك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وطاعته فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم على الصراط المستقيم أقدامنا وانصرنا يا مولانا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا يا غفار وارحم أمهاتنا يا رحمن اللهم ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اجعل راية الإسلام عالية خفاقة في كل مكان يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كيما رحمكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.